اول بروبرتي طبعا ومن اهم البروبرتيز اللي عندنا اللي هي لينياريتي. طبعا احنا زي ما احنا شفنا اصلا في اللابلاس ترانسفورم بيسيكلي احنا عندنا اللابلاس نفسه كان لينير اوبريتور. فطبعا كون ان انا الشبه اللي بين اللابلاس ترانسفورم والفوريه ترانسفورميشن هلاقي طبعا السوبر بوزيشن برضه ستيل بي هولد في الفوريه ترانسفورميشن. يبقى معنى كده لو انا عندي فانكشن مكونه من الفا اكس زائد بيتا واي، ممكن اقول ان ده بيساوي الفا الفوريه ترانسفورميشن بتاع x of t زائد بيتا الفوريه ترانسفورميشن بتاع y of t. يعني اقدر ان انا استعمل السكيلينج والاديتيفيتي واقدر اجيب الفوريه ترانسفورميشن لاي واحده من الفانكشنز المكونه من مجموعه من سب فانكشنز، وكل واحده انا عارف لها الفوريه ترانسفورميشن بتاعها.